ببداية انطلاق صافرة البداية كسية الكويت عبد الله القربلي عبد الله يا عيني لطه ولوب والفرحان الفرحان بالمناسبة هذا لراضي للحيدري المراقب مبكر عندما يستلم وتصويب كرة عبد الرزاق عبد الله للضويح سعود تمريره للبالول يا عيني عليك يا البالول كرة ثنائية الضويحي والبالول يطلع بالهجوم ويلعب سعود الضويحي قربلي عبد الله يصوب والفرحان يصد مباراة هي مباراة يقول لا راح تكون مباراة ساخنة لما اقول راح تكون مباراة راح تكون ساخنة اوه الحيدري شوف الحيدري شوف سعد يا عيني عليك عمد الضويحي عبد الله القربلي الكره مع الخط الخلفي الضويحي تقاطع لمحمد محمد المشاري حلوه 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 تمريره الله 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 راضي راضي شوف راضي على طول يندفع اعاقه صحيحه ودقيقتين صحيحات لمشاري صيوب الى مشاري مشاري يبي يصوب غير رايه لي عبد الله الخميس هي صحيحه هي صحيحه تمريره ذك من غلافه كتاب بايم من غلافه البالول لطه امشاري وبرافو الحكم يعطي الادفانتي علي البلوشي الله الله شوف كرته حلوه مهاره جميله محفاتت له جميله كره غير موفقه تعود للكويت عبد الله القربلي عبد الله عبد الله اوه يا عبادي اوه يا عب مهاره جميله تصوير طاها تاخذ تشكيل الكويت والكره مع الضويحي لمشاري لمحمد القربلي للبالول والبالول عبد الرحمن البالول يستلم للكويت رجع سعد الحيدري وهدف الراحه شوف الحيدري صوب القربلي وصوب البالول شوف استلم كره ذكيه من محمد والبالول على طول يضعها بثقه الضويحي الى محمد الغربلي وتقاطع لسعود الضويحي المشاري يا عيني من زاوية صعبة يا عيني عليك الكويت خطيرة شوف من زاوية صعبة حاول لمشعل مشعل لعبد الله الغربلي لمحمد المشاري والفرحان صاحي الفرحان صاحي مبارك راضي ليه يا عيني الله الله سعود العنبير يعني لمواسم كثيرة سعود شوف ذكرنا بعبد العزيز العنبري ابو سعود لاعب القدم في تبديل تبادل جميل تصويبه قويه شوف 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 تكلم كره سريعه من عبد الله القربلي بطريقه صحيحه مبارك راضي مبارك راضي وتمريره غير موفقه تعود للكويت تمريره غير موفقه كذلك من لاعب الكويت خاطئه اوه يعقوب مش معقول ما صح بشوف عبد الله تمريره خاطئه من لاعب الشباب لتعود ليعقوب عيسى الحيدري لعلي البلوشي علي لعطيه تمريره غير موفقه تعود لعبد الرزاق للعتيبي شو الله 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 مشاري مشاري بريك نقص عددي ويعمل فاست بريك وعوده بطيئه لدفاع تصويبة قوية وعبد الرزاق البلوشي صاحي عبد الرزاق اللي غير موفقة تعود للشباب تصويبة قوية من سعد الحيدري وشوف عبد الرزاق شوف عبد الرزاق انه كبير وكبير جدا شوف عبد الرزاق يصد الكرة والعارضة ولكن تأتي الكرة بهدف للشباب دائما مبتسم وان شاء الله مبتسم دائما فهد راضي من زاوية صعبة وهدف حاول لعبد الله نجف لعلي البلوش لعبد الله نجف لمبارك راضي وراضي صوب عبد الرزاق عبد الرزاق يذكرنا بزمن الجميل كان حارسا كرة مبارك راضي صدها عبد الرزاق عبد الله ومحمد كرة مع الخميس عبد الله تبحث عن لاعب محمد الغربلي اوه محمد الغربلي شوف الخميس لمحمد الغربلي لف مدفوع فيها هدف وانذار بهذه الدفعه شوف الغربلي وهدف وديك لعلي البلوشي
محاولات يمين ويسار، الله الله الله، تألق وتمريره من زميله سالم الدوسري، وعلى طول يخترق دفاع الكويت. شوف اخذ يعقوب واخذ محمد مشاري، طه سيصوب رمي الجزاء، صوب مشاري واحمد الفرحان يتصدى، احمد الفرحان يتصدى لتصويبة بنفس الزاوية. يعني شوف لاعب حارس خبرة احمد الفرحان، وتعود الى مبار، يا شوف مبار لوحده، شوف لف لوحده، هي روح. طبعا المباريات تبي افعال، كرة مع مشعل طاه، وصوب مشعل، واحمد الفرحان يلعب على بطولة الدوري، يا لها من حظوظ، يا لها من حظوظ، الله الله علي عطية، تصبح صالح، الكرة مع الكويت، الشباب ناقص لاعب، مشاري طاه، صوب واحمد الفرحان، يا عيني عليك يا حبيبي. البلوشي عبد الرزاق لشاري طه، خطيرة خطيرة، وصلت إلى 12، شوف يعرف أنه يقف، وصلت ووصلت بأمان، وصلت الأمانة وسجل سريعة، تعود من القائم لتعود للكويت، عبد الله الغربلي لمشعل طه شقيق مشاري، ومشعل يسقط، دفع وصوب، إنما مش خلفية، تصويبة أمامية، وهدف الأزرق والأبيض. شباب يقدم مباراة جميلة، إنما هدف في العشر دقائق الماضية، خط الخلفي خطيرة، يعقوب ويعقوب يصوب، وأحمد فيصل يصد، تعود للبلوشي، صوب نجف، عبد الرزاق يصد، وتعود للكويت، خطيرة الخميس، أوه كرة بثقة، كرة الخميس، وين الجحة، شافه الجحة من بعيد، قاوم الشباب الكويت، وكان ندا هدف ال 15 دقيقة الأخيرة، وبالتالي عاد الكويت ليولي عبد الله الخميس لمحمد الغربلي، وبو حميد محمد الغربلي، واخيرا شوف محمد الغربلي، وهدف على يسار لي عبد الرزاق البلوشي لزميله محمد الغربلي، هجمه للشباب علي البلوشي للحيدري، الحيدري بيصوب، صوب الحيدري، وعبد الرزاق البلوشي، الخبره عبد الرزاق البلوشي، محمد بالجانب الاخر الخميس عبد الله، وتمريره للبالول، تعود لعبد الله للبالول، خطيره خطيره، الله عليك البالول، لذلك هو قاعد يؤدي مباراه ممتعه الحقيقه، كره مع عطيه، اوه يا عطيه، اكثر من مره شوف على عطيه على طول، هو بالاندفاع والتصويب، وهذه كره البالول، شوف البالول عندما يركز على الاداء يصبح رائع. الخميس الغربلي محمد، الخميس لعبد الله الغربلي، للخميس وتقاطع مشاري، تصويب عبد الله الغربلي، من الثبات، شوفه ولا عمل ارتقاء ولا عمل، والفرحان يحاول، خطا دفاعي، محاوله الفرحان يريد المسانده من زملائه، قد دقيقتين الحقيقه يا سعود، ما سعود لاعب صعب، مجهود كبير، ولاعب يلعب يعني بقوه وبوفاء، هدف لعبد الله ان يبرمج نفسه بالطريقه الدفاعيه، هدف جميل لعبد الله الغربلي بمرمى الفرحان، علي البلوشي، علي للحيدري، الحيدري لراضي، وراضي لسعود، يا عيني عليك، الله يا سعود يا العنبري، دي العزيز العنبري، شوف سعود العنبري يلسع له وحده، الله الله الله، شوفه ثالث إعادة لسعود العنبري، خلوق أولا والنجم والفنان ثانيا. كرة مع الكويت، والبالول يصوب والفرحان يصد، البالول يصوب والفرحان يصد، وتعود الكرة ما زالت مع الشباب، راضي صوب، راضي يصطاد الشباك، راضي بهذه التصويبة، شوف وعلى يمين عبد الرزاق البلوشي، وزميل أحمد المطوع، كرة مع سعد الحيدري، حيدري لي العنبري، والعنبري من علي البلوشي، شوف على طول يستلم، على طول يصوب، ومزعج دفاع الكويت. الشباب سعد الحيدري، اين انت يا سعد، تمريره لفهد راضي، فهد راضي خطيره، وفهد راضي يصوب، وعبد الرزاق البلوشي يصد، تعود الى الكويت،
عبد الرزاق البلوشي يتصدى لتصويبة فهد راضي بالثقة. هذا عبد الرزاق رقم واحد تصفر يلعب الشباب مدافعين كرة مع عبد الله الخميس والخميس القربلي محمد بيصوب صوب محمد بالوثب الارتقاء بالقدم شوف شوف بالوثب القدمين وتصويب للبلوشي لسعد للبلوشي خطيرة خطيرة مجهود فردي مجهود فردي كبير 6 متر شوف باختراق لدفاع الكويت وهدف مستحق تقاطع للخط الخلفي للكويت طه لعبد الله القربلي اوف اوف شوف 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 اوه القايم شوفها من كل الجهات بكل الحكايات كره مع علي بلوشي النشر والمجهود الكبير الله 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 في مكان جميل شوفها 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 خلاص خطيره ولاعب متمكن على دايت الشباب 16 الخميس لي شاري خطيرة الله كرة جميلة يخترق دفاع الكويت ويصطاد الهدف 23 خطيرة هذه خطيرة خطيرة كرة مرسومة شوف بمكان سليم وهدف مستحق للشباب وهذه كرة شوف كرة جميلة عمله ميلان ومهارة فردية دفاع الكويت على الدائرة علي البلوشي الله الله بعد واجمل الاكروبات واحلى الاهداف بين علي البلوشي ومبارك راضي هوائيه جو المباراه للتحدث مع لاعبته لمده دقيقه كره مع الكويت استمر لقاء عبد الله القربلي يا عيني يا عيني علي يا عيني علي يقول طاح علي لا الكره بالاول فاول هذه كره عبد الله القربلي المتالق عبادي الحقيقه يلعب مباراه ويصول ويجول ويلسع على يمين ويسار هداف العالم في بطولة العالم للشباب الأخيرة هو هداف العالم إذا سجل يحسب لعبد الله القربلي بأنه هداف العالم بطولة العالم للشباب من الكويت وهو سجل يحسب للاتحاد الكويتي لكرة اليد هو عبد الله هو عطنا إياه عطنا إياه هذا هو هداف العالم هداف بطولة العالم للشباب عبد الله القربلي شوف عبادي ما اروعك وما اجملك تسعفه لم تسعفه واضح مشاري اوه يا مشاري مشاري صوان ليلعب مدافع عملها بالهجوم وصوب شوف هدف من العشرة امتار يا عيني عليه كرة اللي دفع نزل الان شوف سالم الدوسري دافع في مدرب عن كرة اليد البحرينية يشارك الآن في الدقائق السبع الأخيرة خميس الغادر أوه هدف 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 مفاجئ هو ساعة واحدة شوف 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 على طول أعلن عن أنه موجود على عبد القادر نادي الكويت يستفيد من خبرات وإمكانيات اللاعب على عبد القادر كرة جميلة كرة صعبة شوف من القربلي الى مشعل وكرة بالزاوية اللي واقف فيها الفرحان وهدف جميل لنادي الكويت الرياضي شوف طه واطمئن هذا حارس المرمى حسن الهاجري هدف جميل هدف جميل لعلي عبد القادر نفس اللاعب يصطاد هدف بمرمى الفرحان مباراة وكفة ووفة هدف جميل هدف جميل لعبد الله نجف الشاعب من اللي قاعدين برا ولا شارك يعني ويغبر راس وهو موجود هو موجود عبد الله الخميس سيصوب صوب عبد الله الخميس بس شوف الخميس الخميس واليوم الاثنين عبد الله الخميس في دقائق معدوده خبره لاعب على القاده اثبت وجوده صاد له هدفين حسن هاجري عبد الله القربلي عبد الله وين يا عبد الله عبد الله بالمرمى تقريبا يعني الشوط الثاني وهو بالبداية هذا عبد الله القربلي النتيجة واضحة على وجهه مبروك مبروك بيا لبلوشي لراضي خلصها يا راضي خلصها اوه حسن الهاجري يرفض راضي خلصها وينتهي لقاء الكويت والشباب 31 الكويت